اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا امل. تفضلي. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. هلا امل. اكيد سمعتينا عم نحكي عن كيف احيانا بيكون المجتمع له دور كثير كبير في حياه الاشخاص اللي بيعانوا من السرطان، وكيف ممكن الدعم اللي بتقدمه الدوله والافراد لمرضى السرطان ممكن يكون هو جزء كبير من علاجهم. صباح الخير. هلا. صباح النور. اول شيء حابه اشكركم على هذه الاستضافه الجميله. نورتي. تسلمون. بخصوص سؤالك انه كيف للمجتمع دور كبير طبعا في دعم مرضى السرطان. طبعا المجتمع له دور كبير، بحيث ان المجتمع، اذا هذا المجتمع المريض اصلا هو من هذا المجتمع، يمكن يكون اخ، زوج، يمكن تكون زوجه بنت او ابن، فالمجتمع اذا ما احتوى هذا المريض طبعا ما في حد بيحتويه، فالمجتمع طبعا له دور كبير بحيث انه يحتوي المريض اذا كان من احد اهله. مزبوط. هلا كمان حتى مش بس هيك نوار، احنا بنشوف انه في كثير ناس تعافوا من المرض لمجرد انه هم حسوا انه قادرين يتغلبوا عليه. شو دور كمان المبادرات هاي في انها تحسس المريض انه بعده في امل، او شو الاشياء اللي بتتبعوها مع المريض لحتى تحسنوا من صحته او تخلوه ما يفقد الامل؟ جمعية الثقة مرضى السرطان لها أهم ثلاث جوانب. الجانب الأول اللي هو يعنى بمرضى السرطان من حيث تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم. الجانب الثاني اللي هي الخدمات المجتمعية من حيث نشر الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر للسرطان. الجانب الثالث اللي هو المناصرة، بحيث أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان تشارك طبعا على الصعيد المحلي والصعيد العالمي بأهم أو آخر التطورات اللي وصل فيها من ناحية السرطان. أمل سوري قطعت كلامك، بس إذا في معلومة ثانية عايزة أكملها تفضلي. حابة بس أكمل على سؤالها اللي هي شو المبادرات اللي نحن نقدمها طبعا لمريض السرطان من الناحية المادية والناحية المعنوية. أول شيء من الناحية المادية، طبعا جمعية أصدقاء مرضى السرطان مقرها الأساسي في إمارة الشارجة. صحيح. لكن إحنا نقدم الدعم المادي والمعنوي لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا ما يمنع أن إحنا ما في فرق لا عمر ولا جنس ولا ديانة. طبعا احنا نساعد كل الفئات المجتمعيه، الصغار والكبار، السيدات والرجال والاطفال، وطبعا كل الديانات. بخصوص الدعم المعنوي طبعا لمرضى السرطان، احنا دائما نقول ان الدعم المعنوي هذا جزء ما يتجزا طبعا من العلاج. الشخص لو انه محتاج هذا الدعم المادي، لكن لا يزال محتاج هذا الدعم المعنوي. طبعا في عده مبادرات تقدمها جمعيه اصدقاء مرضى السرطان اللي تدعم فيها مو بس المريض، كذلك اهله، كل المحيطين اللي يتعرض للمرض، كذلك المحيطين معاه، اقاربه، كذلك هم يتاثرون. ففي عده مبادرات من ضمنها مبادره لون عالمي اللي هي تختص طبعا الرجال والسيدات لتعزيز الثقه. نخليهم مثلا نعطيهم الجانب هذا الإيجابي طبعا من خلال عمل عدة مبادرات اللي يختص بالسيدات. عندنا مثلا نوديهم ورش تجميلية يوم مفتوح، بس نودي السيدة نوديها للصالون ونعدلها ونرتبها. في ورش كذلك الطبخ، نشوف شو مواهبهم شو ميولهم. في للأطفال عندنا مثلا مبادرة عربة المرح. عربة المرح هي عبارة عن زيارة شهرية للمستشفيات اللي المختصين بمرض السرطان. طبعا هاي الزيارة اللي احنا طبعا اللي نقضيها مع هذه الأطفال اللي هي مدتها ساعات عديد قليلة، لكن احنا كثر ما نقدر نحاول من خلال زيارتنا هذه في الساعات القليلة ان نطلع الطفل من المحيط اللي هو فيه، كون الطفل هذا موجود في المستشفى هاي لفترة طويلة مش يوم يروح فيها. في اطفال احنا زرناهم كانوا موجودين في المستشفى مثلا مدة شهور. فنحن كثر ما نقدر نحاول في هاي الثلاث ساعات او الاربع ساعات خلال وقت الزياره ان احنا نطلعه من هذا المود الى مود ثاني، نوفر لهم انشطه ترفيهيه، انشطه تعليميه، بحيث انه يطلع من جو انه في جرعات كيماوي. صحيح صحيح. حلو. وهذا يعني العامل النفسي اكيد مهم جدا بالنسبه لشفاء المريض. يعني صحيح. لما نسال اي دكتور بيحكي لنا انه والله 80% نفسيه و20% هذا يعني بيد الدكاتره. صحيح كلامك. ولكن انا خليني اتكلم معك بخصوص الشراكات المؤسسات المجتمعيه. عند منا سؤال بس انا سبقتك منا. لا لا ولا يهمك. ماشي اوكي، راح نبدل.
في شراكات مجتمعيه بين بين المؤسسات سواء الحكوميه والخاصه بدعم هيك جمعيات مثل جمعيه اصدقاء المرضى بالشارقه. شو دورها وشو تكاتفها معاكم؟ كيف ممكن نلمس هالتعاون؟ صراحة بخصوص سؤالك جتنا وايد مشاركات سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو حتى من القطاع الفردي الشخصي، حابين أنهم يدعمون مرضى السرطان، فدائما تينا توجهات كثيرة بخصوص المشاركة المجتمعية لدعم مرضى السرطان داخل الدولة. فمثل ما ذكرت أن هذه الزيارات وهذه الفعاليات والمبادرات المعنوية اللي نحن نقدمها طبعا لمريض السرطان هي تتم بالمشاركة والتعاون مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة. طبعا هذه المبادرات لها تكلفة، فتكلفة هذه المبادرة تتم تغطيتها من المشاركات اللي هي اللي تكون سواء على القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من خلال التبرع الناس تبرعهم، وكمان القطاع الحكومي أو الخاص أو تغطية طبعا حالات عنا، في مثلا في جهات حابة أن تغطي علاج وفي جهات حابة قد دعم معنوي بس ترفيهي من خلال مثلا تغطية تكلفة إذا بنسوي لهم فعالية راح تكون مثلا في فندق في مكان. عارفة أمل، الحلو في الموضوع أنه هو عمل إنساني بالمرتبة الأولى قبل ما يكون واجب وطني أو مجتمعي تجاه الناس. هو شيء إنساني، وذكرتي من شوية كمان أهمية التعامل مع المريض نفسيا أو تأهيله نفسيا إلى رحلة العلاج برضو مهم، وزي ما قال أمجد 20% أو 80% هو الشغل على العامل النفسي في البداية. بس أنا عايزة أعرف منك إيه الجديد، يعني شفنا مؤخرا القافلة الوردية للنساء اللي بتهتم بالكشف المبكر لسرطان الثدي، قد إيه مهم إن إحنا يكون عندنا ثقافة وعي أو زيادة وعي إن إحنا نكشف بدري أو إن إحنا ما نتكسفش من ده أو إن إحنا نروح نطمن على نفسنا، مش بس نستنى بعد الشهر يجي المرض بعدين. وقدي كمان مهم إنه يكون مجاني، صحيح، لأنه هي علاج أعتقد سرطان شيء غالي مش رخيص، مكلف جدا. طبعا بأهمية الكشف المبكر، طبعا تحت أهمية الكشف المبكر يوجد الكشف المبكر لعدة أنواع من السرطانات، مثل ما ذكرت القافلة الوردية التي تعنى بسرطان السيدات. لدينا برنامج كشف الذي يعنى بسرطانات الرجال، جلد الذي يعنى بسرطانات الجلد، وعنا أنا الذي يعنى بسرطانات الأطفال. طبعا هذه لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر. أنا أرد أقول أن أهمية الكشف المبكر من الناحية المادية والناحية المعنوية. طبعا لما يجيك الشخص وأنت تكتشف هذا الشخص في المرحلة الأولى غير لما يجيك الشخص وتكتشف حالته في المرحلة الأخيرة. طبعا التكاليف تختلف، كذلك مسيرة العلاج تختلف، وأثر النفسي على المريض وعلى أهله يختلف هذا الشيء. فدائما احنا نوجه جميع افراد المجتمع باهميه الكشف المبكر، لان فيها طبعا حتى نسبه الشفاء والنجاح في الكشف المبكر اذا كان في المرحله الاولى غير لما يكون في المرحله الاخيره والرابعه. طيب انا بدي اخذ رايك بقصه، قد ايه مهم او قد ايه يمكن بيساعد المريض وجود اشخاص خضعوا لتجربه السرطان وقدروا يتعافوا منها، قد ايه مهم وجود هدول الاشخاص في الحملات التوعويه يكونوا معهم، قد ايه في فائده ايجابيه على نفسيه الاشخاص اللي تخلصوا من مرض السرطان ونفسيه الاشخاص اللي لسه عم بيعانوا مع هذا المرض. هو دورهم جدا مهم، طبعا الجمعيه لديها الكثير من القصص الملهمه طبعا من الناجين من السرطان. انا حابه بس اول شيء اقول لكم عن قصه، ومن وراء هاي القصه طبعا اللي داروا هذه الورشه اللي هم الناجين من السرطان. في حاله من الحالات هي كانت مصابه بسرطان الثدي، طبعا هي كانت في المرحله الاولى. في المرحلة الأولى طبعا خضعت لعملية جراحية، فهي محتاجة إلى عدة جرعات من الكيماوي عشان تنهي مرحلة العلاج التي تم تخصيصها من قبل الدكتور. طبعا هي تعرضت للعملية الجراحية لكن هي كانت رافضة رفضا باتا أنها تكمل في علاج الكيماوي على أساس أنها خلاص تكون نسبة الشفاء لها تكون 90%. فتم التواصل من قبل ابنتها للجمعية، فكانت تقول خلال التواصل ان الوالده جدا رافضه رفضا تاما ان هي تكمل العلاج، خلاص قالت ان ما في ثقه، ما ستثق ان في فعلا ناس ناجين من السرطان. فيعني هي ما قابلت هذه الاشخاص، كانت تسمع لكن لا زالت الى الان لم تقابلهم، فهي ما مصدقه هذا الشيء.
طبعا فاحنا كجمعيه لنا دور كبير ان كيف نقنع المريض انه يروح يتلقي هذا العلاج ويكمل علاجه، لان احنا دورنا مو بس ان انا بقول له كتوعيه مثلا دورك اوفر له دعم مادي، لا انا مهمتي ان هذا المريض كذلك يخلص علاجه، انا اتابع حتى ما بعد العلاج. فبعدها قلنا ان مثلا احنا عندنا قصص كثير من الناجين اللي هم يلهمون المجتمع طبعا بقصصهم، فعملنا اجتماع مع هذين الناجين قلنا لهم عن قصة السيدة اللي هي رفضا تاما ان تكمل علاجها. بعدها في ناجية قالت احنا حابين ان ننظم معاكم ورشة نسميها سبورت جروب، اذا انتم حابين شهريين او حتى مرتين في الشهر نلتقي بالسيدات اللي هم رافضين رفضا باتا ان يكملون علاجهم، او السيدات اللي لا زالوا مثلا في بداية مرحلة العلاج. بعدها زقرنا السيدة هذه اللي كانت رافضة العلاج، من جلست معاهم هذه الجلسة ما شاء الله هي الحين من الناجين. حلو انك انت يعني بتدخلي افراد المجتمع كمان معاكي في مرحلة العلاج زي ما انت بتقولي، لانه الدعم في المرحلة دي مهم جدا، خاصة انه المريض بحسه انه بينظر الى المؤسسة او الدكتور يعني شخص خلاص انا مضطر اني اتعامل معاه. اما الناس الطبيعيه اللي بيكون شبهنا واصدقائنا وجيراننا بيكون دعمهم بيوصل بشكل اسرع بثقه اكتر، حتى احنا بيقول اسال ما جرب ولا تسال طبيب، فبشوف ان الشخص اللي تعرض للمرحله دي وعاشها هيكون اقرب لي من ان اسال واحد مثلا ما جرب. فصحيح، فهي كانت هذه فكرتها، حتى قالت لا تصيروا تقولوا لي ان انا راح اقابل طبيب، انا ما راح اقابله ولا راح اقتنع. لكن لما شافت هذيل الناجين وانهم الحمد لله متشافين وراسيني وياسيني يكملون حياتهم الخاصه وحياتهم العمليه، بالعكس الحين ما شاء الله هي خلصت كل علاجها والحين هي تعتبر من الناجين ما شاء الله. طبعا هلا كمان يمكن هاي السيده كان خلينا نقول يمكن كانت كبيره بالعمر، لكن ما قدر يوصلها خلينا نقول التوعيه عن طريق السوشيال ميديا مثل ما هي عم توصلنا اليوم. نحن شباب هذا العصر بنتعرض للسوشيال ميديا كثير، عم نشوف قصص ناجين. هل بتعتمدوا كمان السوشيال ميديا لطريقه لتوصيل الامل لهدول الناس؟ طبعا احنا مثل ما نذكر الاعلام، انا حابه اول شيء اشكر تلفزيون الفجيره طبعا على تغطيتهم كل مبادرات جمعيه اصدقاء مرضى السرطان، واللي توصلون طبعا للمجتمع رساله جمعيه اصدقاء مرضى السرطان، بالاضافه الى هي وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرتي اللي هي دائما توصل، او اللي هي مثل ما ذكرتي الوسيله السهله اللي نخاطب فيها فئات المجتمع كلها. وطبعا نعطيهم فكره عن مبادرات جمعيه اصدقاء مرضى السرطان. نحن بنعتبر كدورنا كاعلام عمل انه لما بنغطي تغطيات خارجيه بخصوص يعني امور توعويه، جمعيات توعويه مثل جمعيه اصدقاء المرضى، هذا تكليف وليس تشريف، هذا تكليف علينا كاعلاميين احنا ننطق بلسانهم نوصل صوتهم ونوصل صوت المبادرات هذه. ولكن يعني على مر تغطياتي بالنسبه ل طبعا يعني الجمعيه من سواء، انا بحب اشكر بس كمان كل شركات العلاقات العامه اللي اشتغلوا معاكم من الاخ عبد الحفيظ الى اخره. كمان في شغله، انتم كدوركم مع الاعلام قديش بتعتمدوا على الاعلام مشان يروج الصوره الصحيحه عن الجمعيه، عن المبادرات، عن التوعيه بالنسبه للمرضى، وهل ممكن تستقبلوا مرضى من خارج اماره الشارقه مثلا او من باقي امارات الدوله؟ طبعا بخصوص الاعلام الجمعيه مثل ما ذكرت ان دور الاعلام جدا دور كبير لنشر مبادرات الجمعيه سواء كان على الصعيد المحلي او الصعيد العالمي، لانه هو الصوره او الجهه اللي يخاطب فيها المجتمع هو عن طريق الاعلام. اما بخصوص ان نحن نوفر دعم مادي ومعنوي مش فقط لمواطني او القانطين طبعا المقيمين في اماره الشارقه، طبعا الدعم نحن نوفره على كافة المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. حلو. أكثر شيء عم بيكون المرض صعب على الأطفال، يمكن البالغين عندهم نوع من أنواع التحمل التوعية، الأطفال لا رح يكون على عاتق الجمعية الطفل والأهل كمان، توعية الأهل كيف يتعاملوا مع هذا الطفل، فهل تكون نوع من هاي المبادرات اللي هي بس لأهالي الأطفال المصابين؟ صحيح، يوجد لدينا كثير من المبادرات من ضمنها مثل ما ذكرتي هذه المبادرة اللي إحنا نسميها عربة المرح. طبعا هذه المبادرة أول شيء نحن نروح نزور المستشفى
نروح نشوف قسم الأطفال، بعدها نعرف بنفسنا. مثلا في وايد أهالي ما كانت تعرف شو هي جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ما كانت تعرف إن في جمعية تقدر تساعدهم ماديا ومعنويا. فبعدها رحنا نسوي جلسة حوارية مع أهل الطفل، أنت شو محتاج غير الدعم المادي؟ في أطفال، في أهالي تكون طبعا في حالة إن هي حالة مثل الصدمة إن طفلي أنا مصاب بالسرطان. طبعا احنا نحاول كثر ما نقدر نهدي هذا او نهدي هذا الاب او نهدي هذه الام، نقول لها ان بالعكس في حالات مرت علينا والحمد لله حالات يعني نسبه النجاح فيها كبيره. يعني انا ارد اقول ان ساعات حالات الاطفال تكون نسبه الحالات فيها كبيره الحمد لله. يا رب الله يهون على كل مريض يا رب العالمين ويشفي كل مريض وبيتالم يا رب العالمين. يعني منا ما في أجمل من إنه يكون في دعم معنوي لمرضى السرطان، وخصوصا إنه دولة الإمارات دائما بتسعى إنها تبذل أفضل جهد في تشجيعهم وخلينا نقول وتوعيتهم بالشكل الصحيح. صحيح عندك حق، احنا نتمنى الشفاء العاجل للجميع، وبنشكرك امل على تواجدك اليوم معنا، نورتينا وشرفتينا، والمعلومات اللي انت قلتيها كانت قيمه جدا، وان شاء الله نتقابل في لقاءات اخرى. خلينا نطلع بريك ونرجع تاني ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا.